بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم في منتدى المجاهد الدكتور أبو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي. مرحبا سيدي في منتدى المجاهد وشكرا على تلبية الدعوة. بداية إذا سمحتم سيدي حبينا نعرف قبل من الندوة صلاحيات المجلس الأعلى الإسلامي الدور تاعه، هل عنده صلاحيات جديدة في يعني في على ضوء الدستور الجديد؟ شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الإسلامي الأعلى تأسس في الدستور 1994 ولم يحدث تغيير كبير بالنسبة للدستور، وإنما حدث بعض التغييرات بالنسبة للمرسوم الرئاسي الذي يحدد الصلاحيات والذي كذلك يحدد التوجيهات من حيث مثلا الهيئة المسيرة للمجلس أو أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم وكيفية إنهاء مهامهم إلى آخره، يعني مسائل تنظيمية تمت بمقتضى المرسوم الرئاسي الذي صدر في هذا 2017. لكن التوجيهات الأساسية هي أن المجلس الإسلامي الأعلى هو مجلس يعني في رئاسة الجمهورية ويهتم بشؤون الإسلام وبتوضيح المبادئ الإسلامية وخاصة الدفاع عن المبادئ والأفكار التي يمكن أن تستغل لتوجيهات تخالف المقتضى الوطني أو المقتضى والقوانين الوطنية كذلك، و يعني تعمل على نشر الإسلام الصحيح الذي يهتم بخدمة المجتمع وخدمة المسلمين ولا يخدم يعني طائفة أو جهة مهما كانت مصالحها، فهناك المصلحة العليا اللي هي للجماعة. وهذا ما يدرسه يعني وهل بإمكانه إصدار فتاوى يعني؟ يمكن بإصدار فتاوى في حالتين، في حالة ما تطلب هذه الفتوى من جهة رسمية وخاصة من رئاسة الجمهورية، أو إذا كان هناك بعض المواطنين يطلبون كذلك رأي الشرع في موضوع من الموضوعات بالنسبة لمواطن من المواطنين. لكن الفتوى الشرعية في الحقيقة في الجزائر منذ أن انتظمت في سنة 1990 ولا 91 اللي خرج قانون الأوقاف وظهر كذلك مؤسسة المسجد، مؤسسة المسجد في إطار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في إطار مؤسسة المسجد كاين مجلس علمي، يعني مؤسسة المسجد تتكون من 4 مجالس، أحد المجالس يسمى المجلس العلمي. المجلس العلمي هو الذي يتولى الفتوى بالنسبة للجمهور، بالنسبة للمواطنين الكل، بالنسبة ونحن نرغب وإن كان عندنا هامش للفتوى في المجلس الإسلامي الأعلى، لكن نرغب أن تبقى الفتوى محصورة في عند المجالس العلمية اللي هي تابعة لمؤسسة المسجد اللي هي تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وهل حصل أن المواطنين لجأوا إلى المجلس للفتاوي؟ إحنا نرجع بين رجعنا إلى الدراسة الأخيرة اللي بينت بأن معظم الجزائريين خاصة الشباب يروحوا شبكة التواصل الاجتماعي باش يتعرفوا على فتاوي ولا مسائل دينية. نظن هذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى يعني إلى تحقيق علمي، يعني نشوف ما هو عدد الناس الذين يطلبون الفتوى مثلا من الأئمة في المساجد، أو الذين يطلبون الفتوى من المجالس العلمية في الولايات، أو الذين يتوجهون إلى المجلس الإسلامي الأعلى
كذلك لي طلب الفتوى لأن عندنا مواطنين يجوا ويستقبلهم وهذه لجنة الفتوى في المجلس السامي الأعلى كانت موجودة من قبل وكان يرأسها الله يرحمه الدكتور شريف قاهر رحمه الله والآن كذلك يرأسها عضو من أعضاء المجلس وهو الأستاذ الدكتور سعيد بويزري لكن نحن نجيبهم إما بحضورهم وإلا عن طريق المراسلة لكن قلت بصفة عامة على المستوى الوطني نفضل أن تكون الفتوى دائما من المجلس العلمي الموجود على مستوى الولاية لكن ما هو عدد الناس الذين يتوجهون إلى الوسائط الاجتماعية لطلب الفتوى نظن هنا نحتاج إلى دراسة ونحتاج إلى كذلك معرفة ما هي الأسباب منهم الناس وما هي توجهاتهم الناس الذين يطلبون الفتوى من خلال الوسائط الاجتماعية ما لا توجد لدينا يعني معلومات دقيقة ماشي قضية ثقة يعني الناس تروح عند الشيوخ أجانب باش تعرف المسائل الدينية لا هو المجلس العلمي عنده المجلس العلمي في الولاية عنده 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 عنده, عنده خط تليفون وعنده عنوان وهو دائما حاضر ليحب حضوره أو بالتليفون أو بالمراسلة يقدر يحصل على ما يشاء بصفة منظمة وبصفة يعني وكذلك بعض الناس يتوجهون إلى الأئمة والأئمة يفتون بما يتناسب وبما يتوافق مع المجالس العلمية وبما يتوافق كذلك مع الفتوى التي تصدر عن المجلس الإسلامي الأعلى يعني هذا هذه الجوانب لا تختلف لكن الذين يتوجهون إلى الوسائط مثلا إلى أناس أو إلى هيئات أو مؤسسات خارج الوطن لسنا متأكدين من أن هذه الفتاوى التي يحصلون عليها تتناسب مع ما هو جار به العمل في الجزائر وما هو جار به العمل في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى لا يكون هناك تصادم لأن أحيانا واحد يحصل على فتوى عن طريق خط فيسبوك ولا عن طريق تويتر أو شيء من هذا النوع ويكون عنده رأي وهذا الرأي يتصادم مع جاره الذي حصل على نفس المعلومة من المجلس العلمي أو مع أخيه أو مع اللي يتعامل معاه التاجر مثلا اللي يتعامل معاه إلى آخره هنا يوقع تصادم وهذا التصادم ليس من شأنه أن يخدم يعني سير الأعمال والتوجهات القائمة شكرا سيدي إذا سمحتم نفتح النقاش والأسئلة عند زملاء الصحفيين تفضلي سيدتي قدمي بك نفسك من فضلك صباح الخير للجميع صوفيا رمضاني من إذاعة الجزائر الدولية سيدي أريد أن أرجع إلى ربما تلك الهيئة التي تضم المجلس الأعلى الإسلامي وبنك الجزائر فيما يخص المعاملات المالية إذن لو نعود لدور هذه الهيئة كيف سيكون تدخل الخبراء من الجانب المالي وأيضا الفقهي في متابعة العمليات المالية في الجزائر دور ومهام هذه الهيئة بالتحديد شكرا شكرا سيدتي شكرا ناخذ سؤال اخر ونجاوب تفضلي ناخذ سؤال اخر تفضلي مدام السلام عليكم نسرين محفوف من يومية الجزائر سيدي تشهد الجزائر حراك اجتماعي كبير جراء موجة الإضرابات التي شنها الأطباء والأساتذة هنا سنتحدث عن يعني رأيكم في خرجة الوزير الأول أول أمس والذي توعد باستخدام سلطة القانون في حال استمرار هذا الحراك الاجتماعي هل أنتم مع أو ضد تصريح الوزير الأول خاصة أنه غيب لغة الحوار في تصريحه وشكرا لا سمحتم سيدينا نكمل السؤال تاع الزميلة بالنسبة لمسألة الإغراف في الجزائر هناك إما طلبوا الوساطة بين المضربين والوصاية هل في رأيكم أن دور الإمام هو الوساطة في منازعات يعني في الشأن في ميدان العمل
شكرا سيدي. شكرا. بالنسبة لي السؤال الأول إذاعة الدولية كيف يتدخل الخبراء؟ نحن الحاكم كما يقول المثل الشعبي، المثل العربي يقول في بيته يؤتى الحاكم، الخبير يسأل. نحن نوفر الخبرة، نوفر الرأي، نوفر كذلك المرجعية، ولكن لا نتدخل في تسيير الشؤون الداخلية للبنك، لأن البنك له نظام وله قانون وهو مستقل في قوانينه، فله لجان داخلية التي تضع طريقة العمل. نحن نستطيع، وقلنا لهم بأن يمكن أن نضع لديكم بعض الخبراء الذين يعني عندما تصدرون معاملات أو النظام يكون هذا النظام يتماشى مع المعاملات الإسلامية ولا يتنافى مع المعاملات الإسلامية. إذن فنحن نسايرهم ونساعدهم، ولكن لا نتدخل في شؤونهم القانونية. هذا هو نوع التدخل. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني في الحقيقة هو حول يعني هو تطلبون رأي في الإضراب ولا رأي في تدخلات الوزير الأول؟ أما بالنسبة نتكلم على الإضراب، احنا أعطينا رأي في الإضراب، وكنت أعطيت رأي في الإضراب وأنا في وهران في منتدى الجمهورية، جريدة الجمهورية، قلت بأن الإضراب هو مطالبة بحقوق. هذه الحقوق قد تكون حقوق قائمة ولكن مفرط فيها، مثلا ما أخلصش ولا أنا ما تحصلش على حقي وهو قائم، أو أني أطلب بحق جديد لم أحصل عليه، وهنا الإضراب يختلف. إذا كان نعمل إضراب عندما أطالب بحق قائم ولم أحصل عليه، أو أطلب حق جديد يعني أريد أن أنشئ حقا، ولكن هنا بالنسبة للحق القائم معناها فيه اتفاق، فيه قانون، فيه نظام لا ينبغي تجاوزه. لكن أنا عندما أطلب حقا جديدا ثم إذا لم يستجب لي فإنني أقوم بإضراب. هنا كاين بالنسبة لواقع الإضراب الأساتذة مثلا، وقع كاين العدالة قضت. إذا قضت العدالة في شيء ينبغي أن نحترم هذه العدالة، أما نطلب حقوق ونحن نعتدي على حقوق الأمة، على حقوق العدالة، لأن العدالة هي الناطق تحكم باسم الشعب، باسم الأمة. إذا لم نحترم يعني قضاء العدالة معناها أننا ما عادش عندنا شيء نحتكم إليه، لأن أنا أذهب إلى العدالة. إذا كان العدالة لا نطيعها، لا نسمع كلامها، لا نحترمها، فهذا يعني خروج عن المعقول وعن المنطق. قلت من هم الخارجون عن المعقول وعن المنطق؟ هم الناس الذين لا يعني وش أقول لك، ما يخسروا حتى شيء في الإضراب، يدعون الناس إلى الإضراب، وهم يعني النقابات تدعو الناس إلى الإضراب، وهو بعيد، هو ما ضاع له شيء، هو يعني هو خالص ومرتبه قائم وحقوقه قائمة يتحصل عليها ويستفيد من كل يعني منافع المنصب دون أن يعمل، ما يعملش. طيب ويدعو الناس إلى التوقف عن العمل. هذا الموقف قلت هذا موقف يتنافى مع قانون النقابة كما هو مفهوم دوليا في قانون العمل الدولي، ويتنافى حتى كذلك مع الأخلاق. أما
اعتقد ان تدخلت الامام العبد الوسيط يعني الامام اذا دعي اذا دعته الطاقه او دعته الوزاره للتدخل لا يتردد، لكن انه هو يروح يطلب التدخل من عند نفسه، اعتقد انه له وصايه لابد ان يقوم بهذا العمل بناء على الوصايه. اذا كان بدون وصايته فهذا يعني اعتقد انه لا يزيده مكانه في المجتمع، لانه اذا تدخل من تلقاء نفسه ولم يستمع اليه معناها اضاع المكانه التي كان يتمتع بها في المجتمع، اصبح يعني هو شخص كذلك لا يسمع كلامه. شكرا سيدي. مش عارف كاين اسئله من عند الزملاء الصحفيين. انا حبيت نرجع سيدي اذا سمحتم للفتوى، كنتم صرحتم مؤخرا بانكم ستسطرون ان المجلس سيسطر برنامج لتعطيل الفتوى عبر وسائل الاعلام، وكانت نقابه الائمه يعني شكت في هذا المبادره. ما يعني اولا لابد ان نفهم الموضوع. احنا قلنا كما قلت في البدايه ان الفتوى تصدر عن وزاره شؤون الدين والاوقاف، وانا تكلمت عن الفتوى في وسائل الاعلام، في وسائل الاعلام سواء المسموعه او المرئيه او المكتوبه، لان كل وسيله من وسائل الاعلام راهي تعمل لنا نافذه الفتاوى. قلنا هذا الذي يفتي في وسائل الاعلام هو بمقام الامام في المسجد الذي يخطب، في مقام الامام الذي يخطب في المسجد. والامام الذي يخطب في المسجد اي في الجزائر له نظام، من يعين يعني من يتحمل مسؤوليته؟ اذا كنت انا امام اخطب في المسجد اللي يعينني هو يتحمل مسؤوليتي، وهو وزير شؤون الدين والاوقاف. اذا اخطا الامام نروح يعني نوجه اللوم الى وزير شؤون الدين والاوقاف، لا هو الذي عينه. طيب اذا كان الامام الذي يخطب في الجمعه ويرشد الناس يعينه وزير شؤون الدين والاوقاف، ينبغي كذلك ان الامام او المفتي الذي يفتي في وسيله الاعلام سواء السمعيه او المرئيه او المكتوبه ينبغي ان يؤخذ فيه رأي وزير شؤون الدنيا والأوقاف. إذا لم يوافق صراحة وزير شؤون الدنيا والأوقاف على أن يتولى فلان، هذا الشخص، هذا الإمام هو الذي يتولى الإفتاء في هذه الوسيلة من وسائل الإعلام، لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تعتمد هذا الشخص كمفتي في صفحاتها أو في موجاتها. هذا هو الرأي اللي بديته. إذا وأعتقد أن نقابة الأئمة ليس لها يعني ما تقوله في هذا الموضوع، وإنما ينبغي أن تفهم الموضوع ما هو، لأن الذي يفتي للعموم هو كما الإمام اللي يفتي للعموم، لابد إذن أن يكون شخص له يعني له سند، هذا السند يكون سند قانوني، وهذا السند القانوني يكون معروف ويتحمل مسؤوليته. لأن هذه الفتاوى بعض المرات تتسبب في خسارة تجارية، تتسبب أحيانا في انحلال أسرة، تتسبب في تشويه بعض المناظر، بعض الأسر بإذاعة أسرار، نشوف هنا أسر تفضح أسرارها أمام الناس، وهذا يعني مخالف للدين الإسلامي ومخالف للأخلاق. وبما أن المجلس الإسلامي الأعلى يوجه ولا يتدخل في هذا الموضوع، فالذي يتدخل في هذا الموضوع هو معالي وزير شؤون الدين والأوقاف. وقلت إننا سنقترح على معالي الوزير جلسة عمل نتفق معه وكذلك ومع سلطة الضبط بالنسبة للوسائل الإعلام على هذه، أن يكون الشخص المعتمد للفتوى في وسائل الإعلام يكون معتمد من طرف وزير شؤون الدنيا والأوقاف.
شكرا سيدي. تفضلي يا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لكم. نبيلة سعيد جعت القناة الأولى. سيدي الكريم، أنت قلت سبقت وقلت أنه لازم المواطن ولا اللي يحب فتوى يعتمد على الفتوى داخل الوطن وما يلجاش للإنترنت، هذا مفروغ منه. لكن ماذا تفسرون ربما الفتوى اللي تندر على المستوى المساجد اللي هي على المستوى المؤسسة المسجدية وتكون فيها اختلاف بين الأئمة بالنسبة لفتوى واحدة؟ شكرا سيدي. شكرا. تفضل مسيو. جاوب معنا هذا. جاوب. إن شاء الله. هو الاختلاف له درجات. يكون اختلاف داخل المذهب، وهذا يقول اختلاف العلماء رحمة، لأننا نقول داخل المذهب المالكي، المذهب المالكي نفسه ممكن إمام يفتي برأي وعالم آخر يفتي في رأي. لماذا؟ لأن العالم اللي موجود في الصحراء والعالم اللي موجود مثلا في الشواطئ في التباسة مثلا لا يعيشان في مجتمع واحد، يعني الظروف الاجتماعية تجعله يبحث عن حلول للمشاكل التي تطرح في بيئته، فهو يتكلم عن المنطقة التي يعيش فيها والتي يعرفها. والشخص الذي لا يعرف، هذه مشكلة الفتوى اللي جينا من خارج الجزائر، الذي لا يعرف يعني حياة الجزائر ويفتي الجزائريين، هذا الخطأ كبير جدا، لأن المفتي ينبغي أن يكون مطلعا اطلاعا جيدا على وضعية الناس الذين يفتي لهم وحالتهم الاجتماعية، يعني أوضاعهم في مجتمعهم، لأن العرف يتدخل في سلوك الناس، والعرف إذا لم يكون يخالف أصلا من أصول الشريعة الإسلامية فهو مقبول. فإذا كان الاختلاف داخل المذهب فهو رحمة، كما يقولوا اختلاف العلماء رحمة، يعني نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، وأنا في حل من أمري. لكن إذا كان اختلاف خارج المذهب، هذا هو اللي يجي كنا من خارج، واللي يجي عن طريق الوسائط هذه الاجتماعية شبكة التواصل، هذا ليس مأمونا، لأنه غير متأكد من أنه يتناسب مع المرجعية الدينية اللي هي اللي تحمينا جميعا، اللي ينبغي أن نعيش داخل هذه المجموعة، لأننا ننتمي إلى مجتمع واحد، ونريد لمجتمعنا هذا ألا يتشتت باسم الدين. شكرا سيدي. أسئلة؟ تفضل سيدي ونرجع لك. تفضل. Bon, Majid Birkin de Quotidien L'Expression. Monsieur le Président, le Haut Conseil islamique tient énormément au sujet de l'introduction de la finance islamique. Néanmoins, je disais que votre institution tient énormément à la généralisation de la finance islamique. Néanmoins, les pouvoirs publics, particulièrement le ministère des Finances, ne se précipitent pas par rapport à ce sujet. Quel est votre commentaire par rapport à cela ? En plus, il y a un sujet qui caractérise ces derniers jours l'actualité nationale, à savoir le débat sur la généralisation de la langue amazigh. Certains appellent juste... La généralisation de quoi ? La langue amazigh. L'enseignement de la langue amazigh. Oui. Certains appellent justement à ne pas enseigner cela ou refusent carrément à ce que leurs enfants étudient cette langue. Quel est votre avis justement par rapport à cette question ? Comment justement vous voyez exactement l'avenir du amazigh ? أنت تعيش في الجزائر، والجزائر يعني متكونة، ومن مكوناتها الأساسية الأمازيغية، والأمازيغية إذن هي أصل من أصول هذه الأمة. فإذا كنا نتعايش مع بعضنا
في 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 هذا ال في هذا الوطن فلابد أن يعني نتكلم كلام يعني يجمعنا. وهذا الكلام الذي يجمعنا قد يكون باللغة العربية قد يكون باللغة الأمازيغية. وإذا كان بعض الجهات لا تعرف الأمازيغية فالمدرسة ستوفر الظروف لأن يتعلم شباب صاعد هذه اللغة الأمازيغية التي يتكلمها الجزائريون. واللغة الأمازيغية ليست واحدة، عندنا يعني عدة لغات أمازيغية، عدة لهجات أمازيغية، عدة أمازيغيات كما تقول المحافظة السامية الأمازيغية. هذه اللغات ينبغي أن يعني تكون متداولة في المجتمع ويتكلمها الناس ويفهموا بعضهم بعضا، ولا يستعملونها للطرد للنبذ pour exclure non، يستعملوها pour يعني pour inclure ceux qui ne connaissent pas l'amazigh comme moi. إذن ما دمنا يعني نرتكز على أصول هي من أصولنا التاريخية والحضارية فلا بد إذن أن نحترم هذا التوجه ونبارك يعني وننتصر إلى أن أصبحت اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بحكم الدستور الجزائري، الدستور الجزائري لخدمة المجتمع الجزائري. شكرا. شكرا. بالنسبة للمصرفية الإسلامية يعني قلت لك بالنسبة للمصرفية الإسلامية تعميم المصرف الإسلامي على 2005 لا هو التعميم صعيب الآن، لا نطلب من البنوك أن تتخلى نهائيا عن الطريقة التقليدية في لو كان المسألة هذه هامة جدا وأنا بودي أن يعني الإعلام يفهموها مليح. طب كل إحنا سمعنا محافظ البنك كان يتكلم عن الكتلة النقدية الكبيرة اللي مش موجودة في البنوك، دراهم تاع الجزائر ما مش موجودين في البنوك، دراهم تاع الجزائر موجودين عند الناس برا. ولما يقولوا الناس دخلوا دراهمكم في البنوك يقول لك البنوك تتعامل بالربا، انا ما نحبش تتعامل بالربا. اذن هناك موقف اخلاقي موقف ديني له اصوله في المجتمع وكذلك يقوم على الحريه، وهناك أجهزة وضعتها الدولة لخدمة الاقتصاد ولكنها أجهزة فارغة خاوية ما عندهاش دراهم ما تقدرش تخدم. احنا اقترحنا تماشيا مع أن الدولة فتحت المجال للتعامل بالاقتصادي بالطريقة الإسلامية يعني بطريقة غير الربوية، يعني نتعاملوا تعاملا ليس ربويا ليس فيه الربا. احنا دخلنا وصدرنا بيان قلنا ان هذه الخطوه ينبغي ان نشجعها ونشجع البنوك اللي اتصلنا بمؤسسه البنوك اتصلنا بهم وهم اتصلوا بنا كذلك وعملنا لقاء واتفقنا بأن يفتحوا نوافذ كل البنوك الموجودة في الجزائر حتى البنوك الأجنبية يمكنها أن تفتح نافذة للتعامل بالطريقة الإسلامية، والتعامل بالطريقة الإسلامية موجود ومعروف ودرسناه وقدمناه يعني في هذه الوثيقة وسهل ليس صعبا، وإنما يقوم على المشاركة وليس على الإقراض بالربا. وهذا يشجع لأن من أخطار خروج الأموال من البنوك إلى الشارع هو توقف الصناعة في الجزائر. كنا بكري عندنا مصانع، كان بكري عندنا مصانع النسيج، عندنا مصانع الميكانيك، عندنا مصانع الإلكترونيك، عندنا مصانع كثيرة تاع الملابس وكلها توقفت وأصبحنا نستورد كل شيء. لماذا؟ لأن الأموال خرجت من البنوك وأصبحت تستعمل في التجارة وفي الاستيراد. يعني هذه الطريقة هذه حتى نتلافى هذا الخطر الذي نحن متجهين إليه ينبغي أن تدخل هذه الأموال إلى البنوك لتصبح أموال قادرة على إنشاء الرجوع إلى إنشاء المصانع
وإلى الصناعة بالإضافة إلى التجارة لأن التجارة هي استهلاك فقط بينما الصناعة فيها إنتاج توفر فرصة للطلبة والأساتذة والمتعلمين والمهندسين والناس اللي يتخرجوا من الجامعات كلهم يقدروا يستعملوا إمكاناتهم مش فقط في التجارة يستعملوا إمكاناتهم العلمية والعقلية والحرف اللي تعلموها سواء في الجامعات وإلا في المعاهد التكوين المهني ولا يستعملوها في الإنتاج لما لابد أن نتحول إلى الإنتاج ولا يمكن أن نتحول إلى الإنتاج والأموال خارج البنوك لابد أن تدخل الأموال إلى البنوك حتى نتحول إلى الإنتاج هذه النقطة أساسية هامة جدا لأن البنوك هي التي تمول المنشآت ولا المشاريع سواء المشاريع الصغيرة أو المتوسطة وحتى المشاريع الكبيرة تمولها البنوك احنا كل نقرأ أحيانا قال البنك الفلاني ولا المشروع الفلاني يقتضي مبالغ معينة والبنك الفلاني هو اللي راه يمول في هذه المشاريع ولا يمكن لناس يجي واحد يقول لك أنا نصنع تلفزيونات ولا نصنع آلة الكتابة ولا نصنع هذا اللي كيفاش يسموهم يعني أجهزة التليفونات وأنا نروح نشري هذا الدوفيس اللي نستعمله السوق الموازي يعني. نستعمله ونشري من السوق الموازي لا روح البنك البنك تعطي لك تساعدك ولكن لازم البنك يكون فيها درهم باش يكون فيها درهم لازم الدرهم هذو يدخلوا للبنك وهذا اليوم أنا نقرأ في الصحافة قال حوالي 500 مليار دخلت البنوك هم هذا بداية حسنة يعني البنك يفتح نافذة يعني عنده نافذة للتعامل بالمعاملة اللاربوية لكن ما نجيبش نقول له من الآن يلزمك تبطل كل طريقة التعامل تاعك القديمة لا هذه تمشي فيها بالتدريج يعني كلما كثر حجم الأعمال رقم الأعمال تاعه بالنسبة للمعاملات الخالية من الربا طبعا حجم الأعمال الربوي ينقص يتناقص ونتمنى في وقت قريب أو بعيد إن شاء الله تنتهي وتصبح هذه المعاملات كل في البنوك هي معاملات لا ربوية والناس كل راضيين بها والناس كل مستفيدين منها وهذا هو المهم شكرا شكرا نحب السؤال تاع الزميلة كانت طلبت كلمة سليمة وبعد نرجع لكم تفضلي يا سليمة صباح الخير سيادة الوزير تكلمتم على تمازيغ لكن واش رايكم في السفارة تاع السعودية اللي على ايديتي القرآن الكريم باللغة الأمازيغية ودارت فيه عدد كبير ومداته يعني هداته لبعض المؤسسات وبعض الجمعيات وبعض حتى بعض لي بيرسوناليتي الجزائريين السؤال الاول والسؤال الثاني تكلمتم على جوستمون لا فينانس اسلاميك سيدة الوزير تعرف باللي لا فينانس اسلاميك موجوده في بعض الدول الاسلاميه لكن ماهيش هي الاكثر المعموله في هذه الدول والاكثر المعمول هو لا فينانس يونيفرسال كيفاش حنايا نقدروا اليوم نقولوا انها راك قلت باللي لازم نروحوا بالعقل حتى نسيبوا روحنا في 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 بنوك يعني في الجزائر في تعميم البنك بدون الربا وشكرا شكرا طيب بارك الله فيك بالنسبه للموضوع الاول هذا موضوع في الحقيقه موضوع تاعنا مش تاع السعوديه ووزارة شؤون الدينية والأوقاف هي اللي بدأت من سنة 2005 أو 2006 مع بعض الأساتذة اللي عندهم قدرة وكفاءة في اللغة العربية وفي اللغة الأمازيغية وفي الشريعة الإسلامية وعملنا يعني ترجمة القرآن الكريم بالمعاني ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية وبعثناها للطبع لأن كان مطبعة القرآن الكريم في المدينة المنورة هذه مختصة في طبع القرآن باللغات المختلفة مش فقط بالأمازيغية باللغة الفرنسية واللغات الأجنبية الكل حتى اللغة الأردية والباكستانية والإيرانية إلى آخره فارسية
بعثنا الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية وشرفوا بأنفسهم وهما استضافوهم كثر خيرهم وهذا يعني نشكرهم عليه استضافوهم لمدة أكثر من 6 شهور وهما معهم فما حتى يعني يسجلوا القرآن بالمعاني القرآن باللغة الأمازيغية وطبع الكتاب وجبنا منه نسخ كثيرة والحمد لله هي متوفرة ووزعناها وإذا وزعت السفارة جزءا من هذه المطبوعات فهذا يعني تكرم منها وإلا فإحنا هدية يعني هدية فقط وإلا هو الإنتاج إنتاجنا إنتاج جزائري إنتاج جزائري 100% وإنما هما فقط من ناحية تقنية عندهم مطابع يعني تتوفر على الشروط الضرورية لإخراج هذا النوع من الكتابة. إذا سمحتم معالي الوزير هي ترجمة أم كتابة باللغة الأمازيغية؟ لا 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 ترجمة معاني القرآن نقرأه باللغة الأمازيغية ونزيد أكثر من هذا وأنا كنت في وهذه تهمكم كثير هذه تهمكم كنا متناقشين مع بعض الأساتذة والمسيرين تاع المطبعة المدينة المنورة قالوا يعني من الآن رانا رايحين نساعدكم باش تقرأوا القرآن بلغتكم قلت لهم لا لا راكم غالطين نحن نقرأ القرآن بلغته الأصلية وعلماؤنا يعرفوا العربية ويعرفوا القرآن ويجوذونه وهم يعني عندهم متخصصون في القراءات أكثر مما عندكم وإنما نحن كأمازيغ حبينا نشرف لغتنا بأن تتحمل معاني القرآن الكريم هذا تشريف للغتنا وليس تعبير عن حاجة يعني ماسة لقراءة القرآن لأننا نحن الأمة قليل الأمازيغي الآن ليشد القرآن المصحف يقرأ بالأمازيغي إلا إذا كان حب يطالع يشوف كيفاش نعبر عن معاني القرآن باللغة الأمازيغية وإلا كل الجزائريين يقرأوا القرآن بلغته الأصلية وهم والحمد لله قادرون على ذلك ومتفوقون فيه وخاصة منذ أن كانت لدينا يعني أسبوع القرآن الكريم وجائزة القرآن الكريم اللي هي جائزة دولية ويشارك فيها الناس من الخارج إلى آخره هذا بالنسبة للقرآن بالنسبة للصيرفة الإسلامية لليونيفرسيتي الصيرفة الإسلامية بالنسبه للجزائر لا هو قال بالنسبه للغات الاخرى ماشي باللغه العربيه احنا عندنا مطابع تطبع القران في الجزائر عندنا مطابع تطبع القران في الجزائر تدخل لونج يعني لا باللغه الامازيغيه طبعناهم قلت لك انهم عندهم امكانيات فنيه كثيره ساعدونا باش طبعناه وطبعوا لنا يعني على نفقتهم هذه المبادره كانت كي كنت انت على راس وزاره شؤون دينيه شكرا بسم الله مازال السؤال الثاني مازال السؤال الثاني الصرفة الإسلامية لا تتنافى مع العالمية مع النظام العالمي لا تتنافى لماذا؟ لأن البنك يقرض يسلف وإلا يمول دروك اللي يحب يقرض اللي يحب يتسلف يروح يتسلف بالربا على روحه تحت ما يسالوا واللي يحب كيفاش يستثمر شو كيف انفستير يبقى انفستير بالطريقه الاسلاميه ويربح اكثر من الشخص اللي يتسلف بالربا لكن هذا يعني بنك اي بنك حتى البنك اللي كان مواليه يعني ماهوش مسلمين يقدروا يتعاملوا عن طريق المشاركه يعني يدخل معاك شريك ويمول لك المشروع نتاعك كاين دول غربيه اعتمدت معتمده في بريطانيا معتمده في امريكا معتمده في فرنسا المانيا ناخذ اسئله اخرى تفضل سيدي نعم
السلام عليكم عصام بربيع من جريدة الوسط. سيد الوزير شفنا واحد صريحات تاعك في الجرائد أنه الإضرابات حرام، وقبل هذا كانت هناك فتوى تاع الحرقة حرام. هذا التحريم يعني المتكرر ما تشوفوش باللي باه واللجوء الى السلطه كما نقولوا الدينيه جاء بعد فشل العديد من القطاعات في الحكومه، يعني حرام حرام بعد فشل بدل العلاج يعني في القطاعات الحكوميه مثلا في الوزارات سواء وزاره التربيه او كذا وكذا، يعني لجؤوا الان الى السلطه الدينيه تقول حرام، يعني ما تشوفوش باللي باه في هذا ايضا اساءه للدين في حد ذاته. السؤال الثاني، شفنا مؤخرا في عدة وسائل إعلامية تطاول مباشر على المقدسات الدينية وما كانش رد كبير من السلطة الدينية في الجزائر مع سلطة الضبط ولا يعني عدة قنوات تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء يعني وحتى أصبحت. السؤال الثالث فيما يخص مسألة السلفيين، مؤخرا هناك حراك كبير وتدخل حتى من الخارج يعني في إطار تسيير هذا الملف والفراكسة والرمضانيين، وش الرؤية تاع المجلس الإسلامي الأعلى لهذا الحراك المتنامي؟ شكرا سيدي، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسؤال الأول، المجلس الإسلامي لم يحرم، لم يقل حرام أبدا، هذه يعني قيل عنه أنه قال حرام، لم يقل حرام، لأن إذا قلت حرام معناه يلزم نعرف ما هو الحرام. أما هذا الموضوع لم نقل عنه لا في الحرقة كما سميتها ولا في الإضراب. لماذا؟ لأن بالنسبة للحرقة أو يعني الهجرة هذه أنا سميتها الهجرة المتوحشة، هذه إن شاء الله بعد غادين نهار الأربعاء 21 رانا رايحين نعملوا ندوة في المجلس، ولكم مدعوون إلى الحضور، وستعرفون إن شاء الله حقائق كثيرة وآراء كذلك من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ومن بعض العلماء الذين يدرسون هذا الموضوع. كما قلت هذا الموضوع له عوامل، له عوامل اقتصادية وله عوامل اجتماعية وله عوامل نفسية، وهذا الناس اللي يحرقوا احنا قاعدين يعني ندينوهم، وليس من حقنا يعني لا ينبغي أن نكتفي بإدانتهم، قد ندينوا تصرفات يعني حمقاء، لكن لا ندين الأشخاص لأنهم هم أنفسهم ضحايا تصرفات اقتصادية واجتماعية ونفسية وإعلامية وغير ذلك. هذه إن شاء الله سندرسها بالتفصيل يوم الأربعاء في إطار المجلس الإسلامي الأعلى. إذن فهذه كلمة حرام لم تصدر من المجلس الإسلامي الأعلى. نعم، صدرت الوزارة، انت سالتني عن المجلس الاسلامي الاعلى صفه عامه يعني الاعتداء على المقدسات الاسلاميه في الحقيقه عندنا قانون، وانا ارى ان الاعتداء على المقدسات الاسلاميه ينبغي ان القانون ان يعني المسؤولين، كان القانون له يعني له حماية، وأنا لا ينبغي لنا أن نتساهل في هذا. كاين تجاوزات يعني القانونية، تجاوزات القانونية ينبغي للقانون والمسؤولين عن تطبيق القانون أن يقوموا بواجبهم في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى. كل اعتداء القانون عشان نعمله لحماية الأشخاص، لحماية المعتقدات، لحماية الأخلاق، لحماية الأموال، لحماية كذا، القانون يعني يحمي. فكل ما يعني يصاب أو يفقد الحماية ينبغي لازم تكون قبل شكوى سيدي، ما كانش هناك شكاوي يعني دوك هذا هو دوك يلزم الناس كذلك الناس يقدموا شكاوى والقانون يتدخل لحماية
المقدسات ولحماية الأشخاص ولحماية كل ما ينبغي حمايته وكل ما يحميه القانون. الحراك السلفي هذا هو حراك مش وحيد في المجتمع الجزائري، عندنا حركات كثيرة، وهناك يعني ناس يرون بأن لهم من خلال بدعة من البدع، وهذه البدعة سواء كانت منشأة من داخل ولا جاية من الخارج، يريد أن يضع لنفسه مكانة وأن يعني يصبح له قول وأن يصبح عنده حساب، هذا كيفاش يسموه إلكتروني، ويذيع منه أفكار وآراء ويجمع أشخاص ويكون يعني هيئات، وهذا كذلك نتيجة التسيب في الوسائط الاجتماعية هذه اللي كنا نتكلم عليها، وكذلك نتيجة عدم احترام، لأن بعض الناس هذو اللي كنت أتكلم عليهم يعتبرون أنفسهم من أهل العلم والمعرفة، ولكن أهل العلم والمعرفة لا يسيئون إلى أمتهم ولا إلى مجتمعهم ولا إلى ثقافتهم، ولا يخرجون يعني كاين الناس اللي يسيئون إلى ثقافتنا، ولكن بأفكار أخرى، يجيبون أفكار أخرى مثل الأفكار اللي كانت موجودة تاع الاشتراكية، ولا مثل الأفكار تاع اللائكية، ولا مثل الأفكار، ولكن حتى يعني نجيبوا أفكار من داخل الإسلام لإسرائيل الإسلام، هذا يعني خطأ أكبر. لائكي يقول له يسيء الإسلام، يقول أنت لائكي كلامك فارغ، لأن أنت لائكي ما تدخلش في الإسلام، ما تدخلش في الدين، وإذا تدخلت في الدين فأنت خرجت عن لائكيتك، فهذا تناقض. وإذا كان مثقفي فبروحه يحترم نفسه، لكن أما إنسان باسم الدين ويسيء للدين، باسم الأمة ويسيء للأمة، باسم الإسلام ويسيء للإسلام، ويحدث انقسام في الأمة، هذا يعني إساءة كبيرة، وينبغي أن ننتبه وأن ننبه الناس إلى أن هذا النوع من التدخل الأجنبي في تسيير شؤوننا الدينية لا نرضاه. وإحنا راكم تشوفوا حتى رئيس الجمهورية الفرنسية يريد أن يضع قانون للدين، لكن للإسلام فقط، مش لليهودية والمسيحية، يريد أن يضع قانون للإسلام حتى يسير به الإسلام. كل الناس يحبوا يسيروا الإسلام هذا، لأنه وجده كبير بزاف وصعيب عليهم وما قدروش يحكموا فيه. كيف الطبيعة ما تحبش الفراغ كذلك سيدي، يقول الفراغ الجيل كما باغ اكزومبل الطوائف اللي ظهرت احمديه كركريه، مش فراغ كان هناك فراغ، ممكن فراغ في جيوب من المجتمع، لكن الموجود يعني الحمد لله الجزائر عندنا اكثر من 20 ألف مسجد، كل مساجد هذه كلها تقام فيها الجمعه، اذا قلنا 1000 واحد يروحوا للمسجد معناها 2 ملايين هذول ولا 20 مليون. المعالجه تكون امنيه فقط؟ لا مش امنيه، لا المعالجه تكون علميه، لا بد من العلم، والمعالجة تكون إعلامية وتكون علمية وتكون في المساجد، لا بد أن هذا لازم نضم بعضنا البعض، نضم يعني الوطنيين المخلصين اللي يحبوا بلادهم لازم يضموا جهودهم لبعضهم في الميادين المختلفة، في المساجد، في الإعلام، في المدرسة، في الجامعة، كل نضموا مجهودنا لبعضنا. ولهذا ترى المجلس الإسلامي الأعلى يلجأ إلى الجامعة، نروح لأساتذة الجامعة، نلجأ إلى وسائل الإعلام، نلجأ إلى وزارة شؤون الدين والأوقاف، يعني كل الطاقات الموجودة احنا نطلب منها المساعدة حتى نتغلب على بعض المظاهر التي نتمنى ألا تتطور، يعني ولدت ولكن نتمنى ما تطورش وما تزيدش، لأنها إذا زادت خطرها يكون كبير جدا. عندنا ندوة إن شاء الله رايحين نعملوها في إطار المجلس الإسلامي الأعلى، سنحدد تاريخها من بعد، تتحدث عن تاريخ الأطماع الاستعمارية في الجزائر. خطر الأطماع الاستعمارية ما انتهتش، بدأت من نابليون، و
يعني وكبرت عند خلال الثورة كبرت وتوسعت عند ميتيرا، والآن لها أهلها ودعاتها. يعني هذه الفكرة لم تنطفئ، والاستعمار ما ما ما, ما يعني كما نقول هنا لم ييأس من العودة إلى الجزائر بشكل أو بآخر، لكن ما يقدرش يرجع والجزائر موجودة والجزائر قائمة والجزائر عندها أولاد والجزائر عندها رجال. يرجع لما يقدر يفتت هذه الأمة ويفتت وحدتها ويجعلها طوائف. شكرا. ناخذ السؤال تاع الزميل. تفضل، عندك سؤال زميلنا من النهار وبعد نرجع لك بعدا. من النهار زميل. من النهار تفضل. السلام عليكم معالي الوزير. سؤالي حول قضية الدجاج المسعوق التي كانت آخر حلقتها أمس في حصة نقاش على المباشر بقناة النهار. أحد ممثلي وزارة الشؤون الدينية قال بصريح العبارة أن الدجاج المسعوق حلال. ما تعليقكم أنتم معالي الوزير، وما رأيكم في القرار الذي تم اقتراحه حول يعني وضع وسم مسعوق أو مذبوح على الدجاج؟ وشكرا. هذا سؤالك؟ والله أنا نتمنى توجهنا سؤال للدكتور بويزري في وزارة في المجلس الإسلامي الأعلى وسيجيب، لأن سؤال هذا فقهي يجب أن الإنسان يكون مطلع عليه. أنا مانيش يعني متمكن من معرفة الصعقة، مش معنى الصعقة وما هي درجتها وكيف يتم كيف تتم، و ويا هل ترى نكتفي بالساقة ولا يأتي بعدها الذبح ولا بدون ذبح؟ يعني كاين مسائل تفصيلية كثيرة، والدكتور بويزري مستعد وهو عضو مجلس الإسلامي الأعلى وعضو كذلك في المحكمة العليا، يعني خبير في المحكمة العليا، ويستطيع أن يجيب إجابة شافية إن شاء الله. شكرا. ناخذ السؤال عن زميل. تفضل. السلام عليكم. جورنال ريبورتور، نلاحظ من خلال هذه الندوة في كل مرة تتكرر أسئلة حول الفتاوي خاصة إذا عدة قضايا. انطلاقا من هذا أنا لدي سؤال حول قضية مفتي الجمهورية. دونك إما كمؤسسة أو كشخص لا تهم الصيغة، ولكن لماذا لحد الآن لم يتم إيجاد أو التأسيس لمؤسسة مفتي الجمهورية؟ كنا ننتظر ربما أنه خلال الإصلاحات الدستورية يتم دسترة الموضوع، لكن ذلك لم يتم، خاصة وأنه يقال عنكم من إطارات سابقة في الوزارة عندما كنتم أنتم وزيرا للشؤون الدينية أنكم تحدثتم في الموضوع وقلتم أن رئيس الجمهورية نفسه لم يجد الشخص المناسب، يعني لبون بروفيل. ما رأيكم في الموضوع؟ شكرا. شكرا جزيلا. نبدأ من الأخير. لو بروفيل إكزيست في الجزائر، كان علماء، كان فقهاء، كان وطنيين ومخلصين، ويعني هات برك يختار منهم. وإن كما قال السمو إن غاب منا سيد قام سيد، قولوا لما قال الكرام وفعلوا. الحمد لله الجزائر متوفرة، لكن هذا الشيء الذي تتكلم عنه هو مؤسسة دستورية، والمؤسسة الدستورية لا يستطيع أن يقضي فيها إلا رئيس الجمهورية. عندما يرى رئيس الجمهورية ضرورة إنشاء مؤسسة لا يتأخر عن إنشائها، ولكن ما دام هو لم ينشئها فسنتكلمون عنها. ولكن عندما يقتنع سيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مؤسسة إفتاء سينشئها، ونتمنى يرضى الجميع عن إنشائها إن شاء الله. لكن هو يرى بأن الوقت، هو لم ينظر إلى قضية الأشخاص،
هو لا يحتقر الجزائريين إلى هذه الدرجة، وإنما يرى بأن هذه المؤسسة لها شروط، يعني لها شروط سياسية واقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية ودينية، وهذه الشروط لم تتوفر بعد لدى سيد رئيس الجمهورية. عندما تتوفر هذه الشروط أعتقد أنه سوف يعين أو سوف ينشئ هذه المؤسسة ويعين لها من يقوم بها إن شاء الله. سيد الوزير، ذكرت نقطة قبيلة وما دابينا تفصلنا فيها، يعني ظهور عدة مفتيين في القنوات. أنا ما دابينا سيد الوزير يعطينا رأيه في الشيخ شمس الدين، فيما يقوم به الشيخ شمس الدين على قناة النهار، وما يقوم به علي عيا في عدة جرائد وعدة قنوات. يعني كيفاش تشوف الرؤية تاعك لهذا كما قلت التحرك الديني تاعهم؟ هل هو إيجابي؟ يعني مثلا في الحصة هذيك اللي ضلت تحكي على يعني أمور اللي يعني كما نقولوا تموس تخدش حياة الجزائريين، كيف تشوف يعني هذا الشيخ شمس الدين عاد أصبح ظاهرة في الجزائر يوميا، هو الإمام الوحيد في الجزائر، هل هذا ظاهرة صحية أم هناك ما فهمناش؟ ممكن تفهمنا سيد الوزير في هذه الظاهرة؟ وهل نلاحظ وجود فوضى، أصبحت فوضى في الإعلام، رجال ما لا نعرف ما كما نقولوا مكانة دينية تاعهم في الساحة، هل يجب أن يستمر هذه الظاهرة مليحة إيجابية؟ شكرا سيد، فهمنا السؤال. شكرا سيد. أعتقد أن هذه الفوضى والاضطرابات والمشاهد يعني غير مشجعة التي نشاهدها في بعض القنوات اللي جعلتني أفكر وأقترح كما قلت من سابق بأن يتولى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف تحمل مسؤولية الفتوى العامة والرأي الديني العام في المجتمع الجزائري، مدام هذه المؤسسة أنشأتها الدولة لهذا الموضوع، والتي أولتها يعني تعيين تكوين الأئمة وتعيينهم. لأن وش الفرق بين إمام يعني يعظ الناس ويتكلم في شأن الدين في المسجد، وإمام يعظ الناس ويتكلم في شأن الدين في قناة إعلامية؟ هذا ينبغي أن لا يكون هناك خلاف بينهما، وينبغي أن يكون هؤلاء المفتون كلهم من طراز واحد، يعني لهم مرجعية واحدة والمسؤولية تاعهم تعود إلى هيئة أو مؤسسة واحدة، لا تعود إلى عدة مؤسسات، لا تعود إلى مثلا احنا ما نقدرش نلوم وزير الإعلام نقول علاه كاين اختلاف الفتوى في وسائل الإعلام، ما نقدرش نلوم وزير الداخلية رغم أن هذه الفتاوى تثير مشاكل اجتماعية وقد تتوصل بها إلى القضاء ولا إلى الأمن، لكن نحن نتوجه إلى من يعين، نحدد مسؤولية من يعين هؤلاء الناس حتى يكون هو المسؤول عليهم، يكون خطاب موحد يعني حتى يكون خطاب موحد لازم شكرا. هو اللي يضمن وحدة الخطاب. أسئلة أخرى؟ وي تفضلي سليمة. الفوضى هذه والجزء اللي راهي في الساحات الإعلامية، هل في يوم من الأيام تكلمتم على هذا الموضوع؟
أنا تكلمت على هذا الموضوع وقلت سأتصل، يعني إحنا في مجلس في دورة المجلس الأخيرة اللي عملناها في نهاية جانفي اتفقنا أن نتوجه بدعوة معالي وزير الشؤون الدولية والأوقاف، نعمل معه لقاء، طبعا هو يحدد لنا التاريخ ونسمع معه ونتكلم في هذا الموضوع ونطلب منه باش هو يتولى تعيين الناس الذين يتدخلون في شؤون الدين في المؤسسات الإعلامية. وكان عندكم اتصالات مع سلطة الضبط البصر يعني الأغراض؟ كنا اتصلنا معهم ولكن في هذا الموضوع مازال ما لحتى كنا في شؤون الدينية والأوقاف ونتفقوا مع سلطة الضبط ونجتمعوا مع بعض إن شاء الله. مش عارف الأسئلة. كنتم سيدي صرحتم على انعقاد ملتقى دولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية، هل هذا يعني أن المجلس غير راضي بمحتوى البرنامج المدرسي بالنسبة لهذه المادة؟ لا سيدتي، هذا ليس كذلك، بالعكس احنا عندنا طموح في أن تتطور المدرسة تاعنا إلى ما هو أحسن، لأن المدرسة تاعنا الآن عندها مشاكل وعندها عوائق. أولا عندها مشكلة الضغط البشري كثرة 11 مليون يعني في المدرسة، عندنا الأماكن، عندنا تكوين المعلمين، كان عندنا 73 معهد تكوين المعلمين، الآن ما عادش عندنا هذه المعاهد لتكوين المعلمين، ما كانش المعلم يعني يجي من الجامعة يحطوه قدام التلاميذ ويحطوه قدام الطلبة، يعني يحتاج إلى تكوين، كان يعني عندنا مسائل، لكن مش هذا هو الذي دعانا إلى هذا المؤتمر، مش هذا، لأن هذه مشاكل نقدر نعالجها مع وزارة التربية الوطنية وندير اقتراحات والسيدة الوزيرة تستقبل اقتراحاتنا بصدر رحب وما عندناش معاهم مشاكل. وإنما نحن أردنا أن نطلع وأن يطلع العالم الكل، العالم الإسلامي الكل، هذا اللي راه الآن مهدد بالكره الإسلام وبالتدخل القوات الأجنبية في الإسلام، حبينا نشوف ما هي المعلومات التي تقدم للناشئة في كل بلد بلاد الإسلام، لأن كل بلد سيأتي منه ممثل أو أكثر سيطرحون أو سيحدثوننا عن مستوى التي يتلقاه الناشئة فيما يتعلق بالتربية الإسلامية وبالعلوم الإسلامية. مقارنة بين البرامج يعني عند ذلك نستطيع أن نقارن وأن نخرج ب لا نخرج بفكرة عامة، يعني مدى اهتمام المدارس في البلاد الإسلامية الكل وحتى في الجاليات الإسلامية في الخارج، كما رأنا في أمريكا مثلا ولا في أوروبا في ألمانيا إلى آخره، ما هو المحتوى الإسلامي الذي يقدم؟ هل المسلمون يعني بعد 20 سنة يكون عندهم نفس المعلومات نفس المستوى نفس التفكير؟ هذا هو الشيء اللي يهمنا أكثر، ثم بعد ذلك ممكن نعمل مقارنة، ومن خلال المقارنة ومن خلال المحاضرات التي سنستمع إليها سيصدر بيان الجزائر، وهذا البيان يوجه إلى كل الدول الإسلامية وليس الجزائر وحدها، القضية لا تتعلق بالتربية في بلادنا وحدها وإنما تتعلق بالتربية الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية. كل الدول الإسلامية حتشارك هذا الملتقى؟ كل الدول الإسلامية إن شاء الله حين يشاركوا، وحتى الجامعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية. يكون إن شاء الله في شهر أبريل. يكون إن شاء الله في أبريل. إن شاء الله. ما شاء الله كاين أسئلة من عند زملاء صحفيين. ما كاش أسئلة خليك كلمة أخيرة تقولها الناس. طيب بس. مسيو. مازال سؤال؟ عندك سؤال؟ خلاص بارك الله فيك. لا بارك يكفي خلاص فيها. نعم بلي الصحفيين ما خصهمش الأسئلة.
دائم كاين. الحمد لله عندنا صحفيين أذكياء جدا وقادرين نقراو لهم. وهذه العدد الكبير جدا من الصحافة اللي تجاوزت 70 صحيفة، يعني كلها يعني تصدر تكتب، هذه الطاقة يعني كتبت هذا الكم الهائل من الصحافة، يعني هذه ليس سهلا، مو سهل هذا يعني. أو إحنا كان عندنا زو صحيفة، كان عندنا صحيفتين فقط، عندنا الشعب والمجاهد، أو كنا حايلين كيفاش نعمرهم. بصح لازم الزملاء الصحفيين يعرفوا لنا سيادتكم كنتم في الإذاعة السرية، هذا ما يعرفوهاش الزملاء الصحفيين. هذا يا في وقت الثورة. وهذا كان صحفي في الإذاعة السرية. إذن أنا نحب نعمل دائما مع المثقفين والصحفيين طبعا في طليعة المثقفين، ونتناول الأمور في مستوى ثقافي وليس في مستوى مادي ولا في مستوى يعني بسيط، لا في مستوى القيم، في مستوى المبادئ، في مستوى التوجيهات، في مستوى الذي يعني يعجب به من يتصل بنا ومن أو يستفيد منه على الأقل من يتصل بنا ومن يستمع إلينا. أعتقد معنا الآن على الأقل ممثلة لقناة القرآن الكريم، تمطرون هذه القناة، أنشأناها بفضل التعاون مع وزارة الإعلام، وهي الآن كل يوم تأتينا ببرامج جديدة وبأفكار، والشيء الأحسن تستقطب، لا تستقطب الناس الذي كان يتكلم عنهم أحد الصحافة هنا، وإنما تستقطب خيرة الناس في المجتمع، خيرة الناس في الجامعة، كبار الأساتذة في الجامعة، وتشجع الشباب على التفكير في شؤون المجتمع، في شؤون الدين، في شؤون الأخلاق، في شؤون التربية، في شؤون الأسرة. هذه القناة في الحقيقة من القنوات التي تنال إعجاب الناس، ونحن نرى الناس يتصلوا بها من الخارج. بكري كنا الجزائريين يتوجهون إلى القنوات الأجنبية لطرح مشاكلهم، الآن أغلبهم يتوجهون إلى قناة القرآن الكريم لطرح مشاكلهم، والإنسان المتعلم والعامي والمثقف وغير المثقف يتوجه إلى قناة القرآن الكريم، وهذا هام جدا، هذا هام، يعني ينبغي أن نشجع هذا النوع من النشاط في القنوات، وليس يعني الجدل. أنتم تعرفوا بأن الجدل يعني من المعوقات، الجدل من يخلق الشحناء ويخلق، وهو من المعوقات، والناس يخلق الاتهامات في بعضهم. ينبغي عندما نتكلم عن أمور البلاد، عن أمور الوطن، عن أمور المصلحة العامة، نكون يثق بعضنا في بعض، وأنا إذا أخطأت لا أخطأ عن بسوء نية، وإنما أخطئ عن حسن نية، وإذا أخطأت عن حسن نية فأنا في حاجة إلى من يرشدني، إلى من يوجهني، إلى من يعني يكشف لي الغطاء عن خطائي حتى أعود إلى الصواب. هذا هو الشيء الأساسي، وإنني أشكركم على هذه الأسئلة وعلى حضوركم في هذا اللقاء، وأشكر جريدة المجاهد والسيد المدير والسيدة المنشطة بارك الله فيكم على هذا اللقاء الثقافي، أنا أعتبره في مستوى ثقافي يعني طيب وهادئ، وأنا تعلمت كثيرا من أسئلتكم، وأرجو أن لا تستثقلوا إجاباتي، خاصة وأنني وش أقول لكم، يعني كنت عند هذا طبيب الأسنان وركب لي أسناني وجرحوا لي لساني، وراني نتكلم وأنا بشكل يعني معذرة سيدي. شكرا لكم على تلبية الدعوة. شكرا سيدي، مش سهل يعني، بارك الله فيكم. شكرا.